أكثر من 4 أعوام من الحرب يعود في ظلها عيد الأضحى المبارك، وحماس الشارع اليمني الذي اعتاد على استقباله يقل عاما بعد آخر. فالوضع الاقتصادي المتدهور بشكل مستمر منذ بداية انقلاب ميليشيا الحوثي على الدولة وسيطرتها على مؤسساتها ألقى بظلاله على أوضاع الناس المعيشية طوال العام، وخصوصا في فترة الأعياد. فخلال هذه المدة انخفض سعر العملة المحلية، وارتفعت أسعار المواد الغذائية والملابس بشكل مضاعف عما كانت عليه قبل الحرب. وبين متطلبات العيد التي جرت العادات والتقاليد لدى المواطنين على اقتنائها، وتقديم الأضاحي كشعيرة هامة في العيد والتي ارتفعت قيمتها إلى أكثر من الضعف، وانقطاع الرواتب للعام الثالث على التوالي، يقف المواطنون حيارى متخوفين من قدوم العيد أكثر من فرحتهم بوقوفه على أبوابهم. منظمات إنسانية كانت قد نشرت في بيانات كثيرة لها أن نسبة الفقر في اليمن تعدت 80%، وأن أكثر من ثلثي السكان على شفا المجاعة، الأمر الذي يجعل من استقبال المواطنين للعيد هذه المرة صعبا جدا. من جانب آخر يعود عيد الأضحى والسجون ممتلئة بآلاف المعتقلين، إضافة إلى مئات آلاف النازحين الذين يعيشون خارج ديارهم، ومئات الآلاف من المغتربين الذين يستقبلون العيد بعيدا عن ديارهم التي تركوها مجبرين بسبب مطاردة ميليشيا الحوثي لهم. 4 أعوام وعيد الأضحى يدق أبواب اليمنيين حاملا في يديه أخبار الموت والقذائف ودخان الدمار بدلا من الهدايا والألعاب ورائحة البخور.